السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي قناة الدار، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر. يعني الحكومة قررت وأعلنت يعني قبل لحظات عن تفاصيل حظر التنقل الليلي بشهر رمضان المبارك على الأبواب، حيث في بلاغ رسمي للحكومة قررت الإعلان عن حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني يوميا من الساعة 8 ليلا إلى الساعة 6 صباحا باستثناء الحالات الخاصة، وذلك ابتداء من فاتح شهر رمضان، مع الإبقاء على مختلف التدابير باستثناء الحالات الخاصة، وأكيد مع الإبقاء على مختلف التدابير الاحترازية المتخذة. وذكر ذات البلاغ للحكومة أنها قررت ابتداء من فاتح شهر رمضان اتخاذ التدابير الاحترازية التالية التي تم الإعلان عنها، وبالتالي سيتم حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني يوميا من الساعة 8 ليلا إلى الساعة 6 صباحا باستثناء الحالات الخاصة، مع الإبقاء على مختلف التدابير الاحترازية المعلن عنها سابقا. وأوضح البلاغ أن هذا القرار جاء تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، خاصة مع ظهور سلالات جديدة ببلادنا، وفي سياق تعزيز التدابير الوقائية المتخذة الحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين، وأخذا بعين الاعتبار الحركة الواسعة التي يعرفها النسيج المجتمعي المغربي خلال شهر رمضان الكريم، وفي إطار الحرص على أن يمر هذا الشهر الفضيل في ظروف صحية مناسبة تعكس رمزيته الدينية الكبرى. وأشادت الحكومة أيضا في بلاغ ذاته بروح المسؤولية والانخراط القوي للمواطنات والمواطنين في التقيد بمختلف التدابير الاحترازية التي تم اتخاذها منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بالمملكة، موهبة بالجميع مواصلة المجهودات المبذولة والحرص على اتخاذ كافة الاحتياطات الضرورية والالتزام بالتدابير المقررة ترسيخا للمكتسبات الهامة التي حققها المغرب في مواجهته لهذه الجائحة. ولتذكير المتابعي موقع الدار الذي التحقوا بهذا البث المباشر بعد لحظات، فقد قررت الحكومة حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني يوميا من الساعة 8 ليلا إلى الساعة 6 صباحا باستثناء الحالات الخاصة، وذلك ابتداء من فاتح شهر رمضان، مع الإبقاء على مختلف التدابير الاحترازية المتخذة. بهذا وصلنا لنهاية هذا البث، نشكركم على حسن المتابعة مشاهدينا، وإلى اللقاء.